راح اسوي معاكم كيكه الجوز، 5 بيضات، كوب سكر، كيكتين. راح اسوي شويه فانيليا، اهم شيء الاشوى ان عندي ماكينتين، شوفوا طلعتهم عشان كيكتين، وخمس دقائق نقلب. 5 دقائق فقط، كوب الا ربع زيت تحطونه شوي شوي، شوفوا كوب ونص طحين مع بيكنج بودر ملعقه مع دارسين ملعقه، وتنخلون الدارسين والبيكنج بودر والطحين مع بعض، وراح نحط الحين شوفوا عقب ما نخلناهم على، تخلون السرعه رقم 1 اقل شيء. طبعا ثقيله، شو نسوي؟ نزيد حليب شوي شوي ونشوف الثقل. كوب جزر شوفوا مبشور شويه يكون كبير. اخر شيء حطي كوب جوز، حلو الجوز يحليه. لاحظوا انا باليسار اشتغل، اللي البلة كله باليسار والالم، ما اعرف اشتغل باليمين، وجين باليمين شوفوا. عادها شوفوا بنص دائره، صار لي ساعه اقول حق جين شو تسوي نص دائره شوفوا عشان تدخل فيها الهواء، ونقول بسم الله وان شاء الله يضبطون، واحلى كيكه جوز الجوز. وهذه كيكاتنا الحلوين، وهذه كيكاتنا الحلوين راح احطهم اليوم، راح اسوي الكيك بالفرن الكهربائي. شوفوا شلوها اختي، قالت لي ناديه لما تسوين الكيك سوي الكيك بالفرن الكهربائي ينضبط، وهذه الثانيه ان شاء الله تنضبط. شوفوا شكلها اول شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، والحديده حطوها بالرف الثاني مو الاول، انا احب اصور لكم وكل شيء بالضبط عشان ما بيكم تغلطون، لان حرام مخسرين ومشتغلين، فاي غلط يصير معاي احب اقوله لكم. الحديده تكون بالرف الثاني والفرن بس تحت، وهذه كيكتي ان شاء الله ما تكون من تحت قامجه. شوفوها ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ان شاء الله ما تصير تحت قامجه، ما يخاف، لان انا اول شيء الفرن غلط ما ادري. بشوف الثانيه، شايفكم ان شاء الله تبارك الرحمن. نشوف هذه قاعد تعاندنا شويه. تعاند هذه مو راضيه تنزل، ولا اخش عنكم تنقلب ما تنقلب، تعاندني. شفتوها؟ ما علي، هذا لان الفرن كان اول شيء فوق وتحت ما ادري، بس هذه تقدرون تسوون اي صوص معاها، هذه بتكون نقصه بتروح عليهم بالعافيه. تبون اي صوص سووا؟ شوفوها ما بخربها عشان اليوم يمعتنا. شوفوا شوفوا زينها، اهم شيء بالكيك من الداخل، شوفوا قطع الجوز ايش كبرهم، طبقوها وايد لذيذه. وهذا الشكل النهائي، راح اسوي معاه صوص التمر او الصلصه البيضاء، كيفكم؟ شوفوها ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه الثانيه سويت معاها هذا الصوص، راح اكتبه لكم، تمر وماي وشويه نشا، اللي يبي وقت التقديم يحطها. شوفوها ما شاء الله تبارك الرحمن،